أعتقد من المؤكد ما تفضلت به صحيح، هناك انقسام واضح على صعيد الأحزاب، على صعيد السلطات الثلاث، على صعيد الأجهزة الأمنية، من الموقف من بقاء أو عدم بقاء القوات الأمريكية في العراق كضيوف على القواعد العراقية. في الواقع هو أيضا يعكس لنا يعني نوع من المواجهة الحادة بين الاستراتيجية الإيرانية التوسعية في الشرق الأوسط لتأسيس شرق أوسط إسلامي، وبين استراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي نحو ضمان أمن الشرق الأوسط والخليج العربي، بما يوفر فرصة حقيقية للتوازن على صعيد علاقات القوة العسكرية. نذكر أن روسيا موجودة في سوريا، وأيضا هناك قوى إرهابية عديدة موجودة في سوريا والعراق، إضافة للفصائل المسلحة المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. إذن الوضع في بلدان الشرق الأوسط والخليج العربي الذي تهدد أمنه باستمرار الحوثي، نتذكر أن الأمن في البحر الأحمر اليوم، باب المندب وغيرها، مهدد بالقصف الصاروخي والطائرات المسيرة من قبل الحوثي. إذن المنطقة مشتعلة باضطرابات كبيرة، ولا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية طبقا لنظرية يعني كارتر للأمن القومي الأمريكي منذ عام 79 80 حتى يومنا هذا، والتي تؤكد أن أي تهديد لأمن الخليج العربي والشرق الأوسط يشكل تهديدا خطيرا للأمن القومي الأمريكي، وعلى أمريكا أن تتدخل. إذن هذا الوجود هو جزء من استراتيجية الأمن القومي الأمريكي لضمان أمن العالم على صعيد الطاقة، على صعيد العلاقات الدولية، أمن العالم على صعيد تحقيق التوازن في العلاقات الدولية، في علاقات القوة العسكرية وغيرها. إيران تريد أن تذهب باتجاه انتهاك أو خلخلة هذا الأمن، كما فعلت في سوريا وفي لبنان وفي اليمن وفي العراق، وعبر هذه الخلخلة تذهب إلى إعادة تشكيل نظام يضمن المصالح الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي بصورة خاصة. نعم. طيب.